الشهادة الانتقالية. وطبعا لماذا العدالة الانتقالية؟ ليش اليوم أنا يعني اخترت هذا الموضوع؟ أنا اخترت الموضوع لأنه خلال الشهر الفات بالذات يعني حصلت أمور استفزتني صراحة، استفزت فضولي على أساس يعني أبحث وأتعرف أكثر في مسألة العدالة الانتقالية. طبعا أنتم تتابعوا أنه الغرفة كانت استضافة الأخ تمنو وتكلم عن 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 الأوضاع اللي كانت موجودة أيام هيئة الثلاثة والمؤسسات بتاع كوماندوس والجرائم اللي ارتكبوها تجاربنا وإلى آخره، وحتى النظام وبالتالي كان موجه ضد قطاع معين والخطر الأول السوري هو وإلى آخره، لكن في النتيجة النهائية قال إنه الكوماندوس يعني كانوا ناس جهلة وبالتالي يعني هم معفين من المحاكمة والظروف هذه كلها. أما النخبة اللي كانت وراء هذا العمل وإلى آخره يجب أن تأخذ جزاء، ومنهم الناس يعني زي جنرال واحد كان جزء من هذه العملية حرب وجف عدته إلى السودان، وهذا سؤال كبير يطرح نفسه إلى آخره. وبرضه ناس بتتساءل على نفس المجرى أو على نفس المسار، لماذا الجبهة قبلت الكوماندوس واستوعبتهم وبدون سين جيم وبدون المحاسبة وإلى آخره، ولماذا هذا التسامح ولماذا هذا الإعفاء وإلى آخره؟ في تساؤلات كثيرة دائما على أثر رجع الناس لتستعيدها وإنها ارتباط مباشر مع العدالة الانتقالية. الناحية الثانية يعني اجتماع كان حصل في لندن، اجتماع حزب العدالة، حزب الإسلامي للعدالة والتنمية، وفي نفس الاجتماع برضو يعني حصلت تساؤلات. يعني قام أخ وقال يا أخي نحن المسلمين اقدرونا وإلى آخره من الأربعينات وإلى اليوم هذا من خلال إخواننا، و احنا بعد كده يجب ان لا نتسامح، يجب ان لا يجب ان نكون حازمين. ورد عليه اخ اخر يعني مقام قال احنا ما نقدر نتحمل وزر الناس اللي وزر ابائنا واجدادنا يعني. وبالتالي يعني في واحد يشعر بظلم ويحتاج الى مواساه، وفي واحد ثاني يعني يقول أنا ده ما يعنيني وشيء مادي من الجزء من المادي، ويجب أن نعفي عفى الله عن ما سبق، يعني يجب أن لا نعود للخلف. ده برضو أثارني، وأكثر من ده يعني برضو في هذا الشهر يعني بصدفة أنا شاركت في ندوة غامة البديل، مبادرة البديل. هذا مركز كبير هو اسمه Initiative of Peace اللي هو مبادرة بديل السلام، وهذا المركز كان عرض فيلم صغير عن وضع الأوريجينالز اللي هم السكان الأصليين في نيوزيلندا. وبين يعني لفترة طويلة كانوا ضحايا رغم أنهم هم أصحاب الأرض والسكان الأصليين الغادمين الجدد ورهم الويل وأغوهم هدومة، وهم كانوا أصبحوا درجة ثانية ثالثة إلى آخره. ولكن في الفترة الأخيرة وزير رئيس وزراء الحزب الحاكم اللي هو حزب العمال في الشريط اللي أنا شفته يعني رد الاعتذار أمام الملأ
وأمام العالم وأمام الدخيلة وأمام اللي ارتكب جريمة إذا كان حي، وأمام يعني هو ينتمي إلى نفس الناس اللي كان تضرر منهم المواطنين الأصليين، وبالتالي هذا الجو بتاع الاعتذار والجو بتاع التسامح يعني كان جو فعلا عاطفي، وأنا بصراحة ما قدرت يعني أتمالك على أعصابي والدموع انهارت يعني، ويعني معناها خلق روح جديد، نفسية جديدة بين الضحية وبين الجانب وبين المبنى عليه يعني، وبالتالي هذا النفسية، هذا التجاوز، هذا الانتقال إلى حالة جديدة يعني وجدت أن هي مرتبطة مع العدالة الانتقالية، والأشياء دي يعني هي اللي كان سبب. وهل نحن كإريتريين في حقيقة الأمر، هل نحن كإريتريين بنحتاج إلى العدالة الانتقالية؟ وما هو شروط العدالة الانتقالية ذاته على أساس إن إحنا يعني كإريتريين نمارسها؟ ومتى يمكن ممارسة هذه العدالة؟ ما هي شروطها؟ إحنا هنتكلم أول مرة، هل إحنا كإريتريين بنحتاج إلى، هل في أسباب ذات تدعونا إلى أنه يعني ناخذ هذا المسار، مسألة العدالة الانتقالية؟ نرجع للخلف إذن، إذا كان نحن هنتكلم في الموضوع ده. وده معناها بالنسبة لإريتريا هذا الكيان اللي ولد اللي هو سميع بتاع الاستعمار ومسال على الاستعمار، جات ناس مع بعض، ناس كان عندها يعني تختلف في توجهها في ثقافتها في حضارتها في نموها إلى آخره، وكان عندها اتجاهات مختلفة، قطع هذا الأوساد وجابهم في إطار هذا الكيان وخلال هذا الجغرافي. لكن الاستعمار ما وفر يعني البيئة الملائمة أن هذا التجمع القريب، هذه المكونات الاجتماعية الغريبة في حد ذاتها على أساس تقعد مع بعض وتناقش هذا الوضع الجديد، وتحاول تضع يعني أسس للحياة المشترك، وتضع أسس للمسير المشترك، وتضع أسس للتعايش المشترك في الجغرافيا اللي استوعبتهم أو في الفضاء الجغرافي اللي استوعبهم الاصطناع اللي استوعبهم في الفترة الأخيرة. وبالتالي ما كان في هذاك الحرية، ما كان في هذاك الديمقراطية، لأنه من شروط العدالة الاجتماعية يجب أن تكون هناك حرية كاملة أن الواحد يتكلم عن كل ما في داخله بحرية وبدون تردد وبدون يعني تخوف وبدون رعب وإرهاب. وفي نفس الوقت برضو يجب أن يكون في هناك بالجانب الثاني الرأي اللي يحترم هذا الشيء ويتجاوب مع هذا الشيء ويتعاطى معه بشكل إيجابي وبعقل مفتوح وبصدر مفتوح ويكون عنده استعداد على أساس يوصل إلى خلق أرضية مواتية لبناء البلد المشترك بجهود مشتركة. إذا الاستعمار لما نجح همه الأساسي أن هو استقلال الإنسان الإريتري في تحقيق مصالحه، مصالح الاستعمارية في إريتريا وغير إريتريا، وبالتالي الاستعمار الإيطالي كان استعمار فاشي، وذاته بطبيعته فاشي معادي للإنسانية والبشرية، وبالتالي لا يمكن أن يكون هو يعني يتغير ويكون يختلف في إريتريا ويكون يتعامل بطريقة إنسانية وبطريقة حضارية مع الشعب الإريتري. بالعكس كان يرى أن الشعب الإريتري هذا يعني جزء آخر يعني ما إنسان يعني ما دون الإنسان، وبالتالي كل كان في هناك تفرقة عنصرية واضحة جدا كانت موجودة شوارع وغيرها، وما أعرف يعني هذا التفرقة بكل المعنى. الناحية الثانية كان يستقل في
تستشيل الطرق والأنفاق والجسور والبنية التحتية على أساس تسهل الأهداف التوسعية والأطماع التوسعية للاستعمار الإيطالي، ومع ذلك تجهيز تماما لهذا الشعب. ده بشكل عام في أيام الإيطالية. أيام الإنجليز، الإنجليز من الأولى لما جاء يعني بدأ يمارس سياسة تفرق فصول، والإنجليز جت استراتيجية أنه يعني كيف يتحكم على هذه المنطقة المهمة والمنطقة الاستراتيجية اللي هي منطقة البحر الأحمر ممراتا والنفط وإلى آخره، كل القضايا الاستراتيجية دي كيف هو يتحكم عليها ويتسيطر عليها، وبالتالي يكيف الوضع الليبي لمساله، والوضع هذا يتوقف انه يمارس سياسه تفرق الفصول، وبدا يلعب في وتر بين منخفضات مرتفعات مسلمين مسيحيين. وفي نفس الوقت قبل ما ينضج الوعي الاريتري وقبل ما يكون عنده تطور اقتصادي اجتماعي نامي، تدمير القضيه الليبيه واقامه احزاب سياسيه قبل سابقة لأوانه وما مدعومة بوعي سياسي وتطور اجتماعي اقتصادي، بالتأكيد هتاخذ طابع طائفي، والأحزاب اللي ظهرت هناك كانت أحزاب طائفية، والأحزاب الطائفية يعني ما كان عندها رؤية موحدة حول ماهية إريتريا، وبالتالي هذا التباين يعني مع سياسة فرق تسول اللي كان يمارسها النظام أو الاستعمار البريطاني، الفجوة اللي هو الاجتماعية بدأت تتوسع. برضو السيداء البريطانيين كانوا بيمول الناس بالسلاح، وفي بعض الأماكن وفي بعض الأوقات الأمور كانت تتناحر وكان يحصل قتال برضو يعني، وفيها الضحايا وإلى آخره يعني. إذن هذه كلها التراكمات هذه، وعلى الخط طبعا كان النظام اليسيوبي، النظام اليسيوبي برضو كان يطالب بهذه المنطقة وإلى آخره، وكان يدعم طرف ضد طرف آخر، والحالة دي كلها خلقت مرارات وشرخ، هذه كلها مخزونة في ذاكرة الإنسان الإيطالي، ما تحررنا منها. إذا كانت موجودة في ذاكرتنا، إذا كانت موجودة في داخلنا وما تحررنا منها، ما اتنفسنا، ما جبناها في موقع أنه نحن نواجه بعض بشكل سريع وبشكل علني، دائما حتضارزنا، دائما حتكون موجودة معنا، وبالتالي تعرقل يعني عملية النظرة بتفاؤل إلى المستقبل والعمل مع بعض. إذن هذا المخزون هو اللي ممكن خلى في ندوة حزب العدالة أنه ستيل هذه الإنعكاسات موجودة. الواحد بيقول لا نحن ما هنسامح، الثاني يقول أنا ما مسؤول من الحاجات دي. ده مش الحل. إذا كان هذا الأشياء موجودة بالطريقة دي معناه نحن ما حليناها، يجب أن نشوف طريقة أخرى للتحرر من الماضي هذا اللي طارزنا، ونضع بين الماضي ده والحاضر والمستقبل حاجز، وهذا الشيء ما ممكن يكون إلا من خلال المصارحة ومن خلال المواجهة ومن خلال تبني مسار العدالة الاجتماعية أو العدالة الانتقالية، ماذا العدالة الانتقالية. بعد ذلك النظام الاثيوبي، النظام الاثيوبي طبعا بعد الفيدريشن طبعا كافأ جزء وبدأ يحاسب ويعاقب الجزء اللي كان مؤيد للاستقلال، وكافأ الجزء اللي كان بينادي بالاتحاد، وهذا التفرقة يعني خلت برضو أثر، عمقت الجراح وكان عندها تأثير كبير على النفسية الإيطالية، رغم أنه يعني كمرحلة انتقالية
بناء دولة يصير ديمقراطية، عندها دستور وعندها حكومة وعندها إلى آخره. لكن النظام الفيدرالي اللي كان مرتبط وكان السلطة العليا بالنسبة للسلاسي أو لنظام الإمبراطوري، لأن الإمبراطوري اللي كان الكل، لأن في سلطة لا في دستور في الفترة ذاك ولا في قانون ولا إلى آخره، فهي إمبراطورية مطلقة، و الملك هو صاحب القرار الأول والأخير، والملك هو كان وكيل إلهي وفي الأرض، وبالتالي هو يعني المطلق. إذا هذا التجاوز بين التناقضين، بين نظام ديمقراطي في إريتريا وبين نظام قطاعي قانوني مطلق إمبراطوري، هو في حد ذاته كان في تناقض، وبالتالي البقاء الأصلح هو اللي عنده إمكانيات، والنظام الإثيوبي كان عنده إمكانيات، وهو كان وكيل لقوى إمبريالية أخرى عندها مصالح في منطقة الغرب الأفريقي اللي هو أمريكان، ومن يلف لفة الأمريكان في الغرب، دول كلهم كان يدعموه، وهو كان يدعم فلوله، وكان يدعم جيوبه، وكان يدعم القوى اللي ساندته في وصول إلى هذه الوحدة الغير إرادية المعادلة للشعب الإثري. وبالتالي يعني هذا بدأ يعني ده بيخلق مسافات بين الشعب الإثري، ومرارات تكبر وآلام بتوسع. إذا النظام الإثيوبي زي ما يقولوا كان يسكب أو يكب الزيت على النار، وعقد المسألة أكثر وإلى آخره. وبالتالي يعني هذه في بعض المرات، في مرات كثيرة كان بيأخذ شكل بتاع مرارات طائفية، شكل بتاع مرارات أقليمية، شكل بتاع مرارات تهدف ثقافة جزء آخر أو الشريك الآخر في إريتريا. وأكثر من ده طبعا بعد الفيدريشن يعني هناك نسبت مشانق، وهناك أصبحت حصلت إدانات للقوى اللي كانت بتنادي من أجل الاستقلال، وشنقت وعلقت في الوقت الناس اللي كانوا بينادوا بالانضمام، وكانوا بيرتكبوا جرائم ضد الشعب الإريتري في مواقع مختلفة من اغتيالات وحرق ونهب وإلى آخره. دخلوا إلى البلد من جديد وكوفئوا وأصبحوا في مراكز سلطة وفي مراكز وفي مواقع حساسة جدا، وده برضه يعني خلق رد فعل عنيف ضد الجانب اللي كان يحس أنه هو مظلوم فعلا، هذا ظلم واضح جدا، وبالتالي يجب أن يكون في هناك رد فعل قوي. والنتيجة كانت أنه يعني هذا الظلم وهذا الاضطهاد فجر الثورة، والثورة يعني كانت إجابة صريحة وإجابة واضحة ضد كل هذا الظلم. النظام الإثيوبي زي ما ذكرت أولا في وقت اللجوء اتعامل مع هذا المد الثوري وهذا التطور الثوري في الثورة المسلحة الشعبية لإريتريا إلى مواجهات، وخسر أشياء كثيرة، وبدأ يحرق على الناس، وبدأ يعمل مزاعم، وارتكب جرائم ضد الإنسانية، والأمور دارت في نبلة، والضرر صار أكبر، والمرارات صارت أكبر، والأحقاد المخزونة في داخل العقل الباطني والنفسي والاجتماعي أخذت حيز أكبر في داخل قطاع كبير من الشعب الإثري اللي هو كان ينادل في الأربعينات من أجل الاستقلال، وبعدين هدمت على رأس الفدرالية، وبعدين لما عمل ثورة دفع ثمن يعني أرض المحروقة، وبدأ يلجأ وبدأ يعاني لآخره. هذه الأشياء كلها يعني هي في النتيجة النهائية سياسة فرق تصب، وممكن نقدر نقول الشعب الإريتري زي ما قلت في الأربعينات وفترة اللي ثلاث أربعينات ما كان في هناك وعي، ما كان في هناك إدراك تمكنه أنه يأسس أحزاب سياسية على أساس ناتجة وتلعب دور طبيعي في قيادة هذا المجتمع، بعيد عن هذه الإشكاليات
وصولا للتحرير وتحرير أرض الإنسان، لكن هناك كان في صراع بتاع نخب، نخبة يعني على تنتمي إلى مجموعة طائفية أو طائفية أخرى أو تنتمي إلى أقليم آخر ضد أقليم آخر، وهذه النخب ما قدرت توصل إلى يعني إيجاد سياق مشتركة وإلى قبول بعضها لبعض والوصول إلى حلول مناسبة. بالتالي هذا الصراع بين النخب والتجاذب وعدم القبول وعدم التراضي والتصاحب والتناحر بينها يعني أدى إلى حرب أهلي حتى في أيام حركة التحرر الوطني الإدري قبل الاستقلال، والحكومة الحالية والجبهة الشعبية في الساحل الإدري صفت يعني تنظيم منادل كبير وطلعته خارج العمل العسكري، ما قدرت تقضى عليه سياسيا، لكن قدرت تحجم دوره العسكري، وبالتالي هذا برضو يعني خلق مرارات أكثر. وزي ما قلنا اللاجئين هو إحدى الأسباب، وعدم الرجوع اللاجئين هي هذه التراكمات وهذه النفسيات اللي كانت موجودة ما بتشجع الناس، والنظام برضو كان بيمثل مفهوم بتاع نخبة اجتماعية معينة، وبالتالي يعني منذ البداية إلى النهاية حتى منذ البداية عمل إلى ما نل شخص نفسه وطرح نفسه بشكل واضح، حدد مكانته الاجتماعية وحدد مكانته الثقافية وحدد علاقته الاستراتيجية في المنطقة بما يسد مصالح هذه القوى بشكل انتهازي وبشكل براغماتي. إذن ده الأمور ده كلها هي أسباب كافية وأسباب مهمة جدا نحن كإريتريين بتخلينا أو بتفرض علينا ناخذ مسار العدالة الانتقالية. العدالة الانتقالية وأنا قلت من شروطها أنه وجود دولة، والدولة ديمقراطية والدولة شرعية والدولة تعمل موجب القانون، ويكون هناك فيها حرية، كل الحريات الأساسية وحقوق الإنسان مساند، وبالتالي يعني هذا الجو هذا الأداء السياسي اللي ممكن الناس تقدر تعمل فيه تقعد مع بعض وتأخذ مثال العدالة الانتقالية. لكن اليوم نحن هذا الأشياء كلها مفقودة، بالعكس النظام هو عبء على العدالة الانتقالية، هو يعني سبب في إعطاء بعد منحنى آخر لهذا الآلام ولهذا المآسي ولهذا الشعور. بالتالي داخل إريتريا من المستحيل، لكن القوة أو الإريتريين اللي موجودين في المهجر الموجودين في أوروبا وأمريكا وأستراليا وغيرها إلى آخره، وبينتموا إلى أنظمة يعني ديمقراطية حرة، يعني هذا الشرط موجود متوفر. الناحية الثانية أنه أي واحد يقدر يعبر عن نفسه بالطريقة اللي عايزه، وبالتالي يقدر ينتهز هذه الفرصة والناس تدخل في هذا المسار من اليوم في الخارج ونواجه بعض ونحترم بعض ونوصل إلى رؤية مستقبلية مشتركة هننقلها كصورة نماذجية بكرة لإريتريا اللي ما بعد نظام هيكبر. من اليوم حيكون عندنا صورة واضحة بشكل واضح جدا اللي ممكن احنا نقدر نتعامل معه نتعامل مع به أو الصورة اللي حنقولها إلى داخل إريتريا. إذن هذه هي فرصة، وهذه الفرصة يجب أن نحن نستغلها ويجب أن ندخل في هذه المسار. لكن إذا كان الناس هتحبش
بشكل افراد، واحد يقول لك كوماندوس هم والثاني عفا، او كمان الواحد يقول لك ما انا ما بيعنيني، او الثاني بيعتبر لا والله نحن بعد كده ما. يعني هذا التناول الخجول والتناول السطحي والفوقي ليه؟ الاشكاليات ما تحل. يجب ان يكون عندنا آلية، آلية تدير هذه العملية، عملية العدالة الانتقالية. وهذه الآلية تتحكم على سير هذا الحوار وهذا النقاش وهذا التقارب وهذا التفاهم، وبتخلي بتدير المسألة وتوصلها إلى شارع الأمان، إلى بر الأمان. أما إذا كان نحن نتناولها بشكل مفكوك وبشكل مبادرات وبشكل أنه حسن النية وخلاص هو قال وداد قال وإلى آخره، بعدين نحن يعني نخليها ونسلة في البيوت أو في الشوارع، يعني ما تؤدي إلى حل الإشكالية. إذن يجب أن نحن نعمل آلية، وهذه الآلية في أي مكان، هذه الآلية من خلالها ندير العملية الانتقالية، العدالة الانتقالية فيما بيننا، ويكون عندنا نماذج وصورة واضحة جدا حول ما نحن حنطرحه أو حنقدمه لإريتريا ما بعد إسقاط النظام. حتى نحن إذا كنا شفنا على سعيد المعارضة اليوم، المعارضة يعني ما نقدر نتعامل مع هذه الإشكالية بشكل طبيعي وبشكل مسؤول وبشكل قيادي أو بشكل رائي، وما عندنا تصور بالأحوال، لأنه يعني بدأت تتعامل مع هذا الشيء من خلال تعدد. يعني من هذا التعدد اللي موجود اليوم في إريتريا اللي هو 30-40 معهد التنظيمات، هذه كلها ما تعبر عن أفكار سياسية بقدر ما هي تعبر عن مرارات. إذا كان اليوم في يعني تنظيمات قومية، ما هي التنظيمات القومية وصلت إلى درجة أنه ما تثق في الجانب الآخر أو في البرنامج الوطني الشامل، وبالتالي بدأت يعني تطالب أو تكون هي مسؤولة من الحقوق، يعني ما تأتمن على الآخر، أو تلقى تنظيمات طائفية. وهذه كلها هي تعبير لهذه النفسيات وهذا المخزون اللي موجود نحن في داخلنا. إذن يعني أنا ما بعيب على هذا الشيء إذا كان هي حقيقة، يعني أنا بؤمن بحرية الرأي وفي نفس الوقت بؤمن بحرية الجماعة. يعني إذا كان يعني الحرية هي مطلقة، جزء لا يتجزأ ومكون واحد، وبالتالي إذا كان أنت تؤمن بها كفرد يجب أن تؤمن بها كجماعة. حتى التنظيم السياسي هم جماعة، إذا كان أنت تؤمن بتنظيم سياسي كجماعة يكون عنده موجود ويعبر عن نفسه، ما ممكن ترفض هذا الحق على قومية أو على تجمع أو إلى آخره. يعني إذا يعني إذا كان أخذ من الزاوية دي هو صحيح، لكن إذا كان هو سبب هذه الأشياء هو عدم الثقة السرة وعدم المصداقية المكسورة والثقة المعدومة، عدم الثقة موجودة، إذا كيف نبني هذه الثقة وكيف نستعيد هذه المصداقية في معسكر المعارضة؟ شيء أساسي جدا عشان نلعب دورنا الطبيعي ودورنا الرائد في تجاه المسألة دي. وممكن أن أجيب أمثلة، الناس تتكلم عن عن التغيير في المعارضة، بعض القوى من المعارضة تتكلم في التغيير، وده كله عنده خلفيات سياسية ومبنى على عدم الثقة و أشياء مغيرة سياسيا. الواحد في هناك تغيير جذري، بيقول لك الواحد يجب أن نغير النظام ده بشكل جذري، معناه اختلاف هذا النظام من جذوره، وعلى أنقاض هذا النظام بناء شيء جديد خاص للقوى اللي توصل للسلطة. يعني هذا بدون ما أخذها هو فيه نوع من تلقائية، فيه نوع من تأثير استئثار. يعني معناها إذا كان أنت هتقول أنا هطلع كل موجود
ابني كل اللي اهدم كل اللي موجود وابني على هذا الانقاض شيء جديد علينا. انا ما عنده اي سنه اللي فات معناها انت قاعد تبني شيء خاص لي، وهذا الشيء الخاص هو خاص وممكن حيرفض من جانب اخر. اذا الناس تكلم عن تغيير جذري استئصالي او استقصائي. التي بيقول لك تغيير فوقي او تغيير سطحي، معناها الاحتفال بالمكتسبات التاريخيه، الانجازات التاريخيه اللي حصلت. نحن حققنا مكتسبات وهذه المكتسبات يجب الا نفرط عليها، لكن يجب ان نعمل بعض الاصلاحات الفوقيه والسطحيه ونشرك بشكل هامشي لبعض القوى السياسيه. برضه هذا يعني هو استمرار في نفس النهج الاستئسالي والنهج الاستقصائي اللي موجود حاليا في إريتريا. بالتالي هذا بيكون وجهين لعملة واحدة. في تغيير، تغيير موضوعي اللي هو تغيير بناء، إعادة بناء على هدى العدالة الانتقالية. نبني هذا البلد من خلال يعني الاسترشاد بمسار العدالة الانتقالية ووضع كل شيء على الطاولة، كل حاجة نجيبها في الطاولة ونناقشها ونحدد المسؤولية ونهاتف المخطئين ونضع حواجز ونضع يعني موانع ألا تتكرر هذه الأشياء للمستقبل، ونعيد الثقة ونرممها. وهذا الشيء يعني بيتم من خلال التعامل مع مسألة التغيير من خلال تغيير موضوعي. لكن احنا اللي نوافق مع هذا يعني التغيير بيقول لك والله يا اخي تغيير بالسلاح، تغيير السلم وتغيير العنف. لا، هذا شعار، يعني هذا وسيلة. اذا كان تغيير سلمي ولا هو تغيير مسلح ولا تغيير سلمي، هذا وسائل. يعني الناس ما ممكن تختلف في الوسائل، الناس تختلف في الجوهر، الناس تختلف في قضايا أساسية. الاختلاف إذن هذا هو شعار تختفي وراه الناس، لكن الاختلاف هو اختلاف في التغيير. الناس ما عندها رؤية واحدة موحدة باتجاه التغيير وكيفية الوصول إلى هذا التغيير وكيفية التعامل مع مسار العدالة الانتقالية بشكلها الصحيح وصولا لهذا التغيير الموضوعي اللي هو في النتيجة النهائية نحن ممكن يفتح لنا المستقبل بشكل سليم. حتى اذا كان احنا شفنا يعني اليوم يقول لك يعني المؤتمر الوطني، المؤتمر الوطني هو تجمع بتاع قوى سياسيه ومجتمع مدني وافراد وطني وشخصيات وطنيه والى اخره، لكن يعني هل هو ادوات صحيحه للتغيير؟ وهذه الاشياء ممكن يعني بتخلي دائما بتعيق على العمل، بتعيق انتاجيه، بتعيق مجهود هذا الجسم، هذا التجمع، ما تخليه يتحرك بشكل حر ويدي الرسالة. زي ما الناس أجهدت الحركة والعطاء في داخل التحالف الوطني. يعني التحالف الوطني تجمع بتاع تنظيمات، تحالف ديمقراطي، تجمع بتاع تنظيمات سياسية وطنية عايزة تجيب تغيير، لكن يعني كل واحد في داخل التحالف يرى التغيير بطريقة مختلفة، وبالتالي يعني هذا التحالف هو شكلي ما متفق في جوهر. بنفس الشيء المؤتمر الوطني. إذا حتى المعارضة يجب أن يكون عندها رؤية واضحة في مفهوم التغيير والتعامل مع مسار العدالة الانتقالية. هذا بالنسبة للعدالة. إذا نحن حتى نعود، ما هي العدالة الانتقالية؟ العدالة الانتقالية عرفها المركز الدولي للعدالة الانتقالية، هذا مركز موجود، مركز دولي، بيقول أن هي مجموعة تدابير قضائية وغير قضائية التي قامت بها دول مختلفة من أجل معالجة ما ورثته من انتهاكات لسيف أقوى الإنسان. وتتضمن هذه التدابير الملاحقات القضائية ولجان الحقيقة وبرامج جبر الضرر وأشكال متنوعة من إصلاح المؤسسات. هذا مصطلح بتاع المركز الدولي للعدالة الانتقالية. لكن
ده يعني معناها تتعامل الأمور من زاوية حقوق الإنسان والانتهاكات اللي حصلت، وتعاقب الناس اللي ارتكبوا، وتعمل جبر أو يعني تعود الناس اللي اتضرروا، وتصلح المؤسسات اللي حصلت يعني. لكن في تعريف أوسع، والتعريف الأوسع يعني عرفه كوفي أنان اللي هو كان سكرتير العام للأمم المتحدة السابق، يقول أن العدالة هي الآليات التي يجب أن يقوم بها المجتمع للتعامل مع تركة تجاوزت الماضي وتحت النطاق بغية كفالة المساءلة وإقامة العدالة وتحقيق المصالحة. أداة فيها تحقيق العدالة والمصالحة، المصالحة الوطنية. معنى حتى العدالة الانتقالية إذا كان ما وصلتنا للمصالحة الوطنية تكون مقطوعة، تكون ناقصة. بالتالي شنو أهداف أو محاور العدالة الانتقالية؟ العدالة الانتقالية محاورها أول شيء هي الحقيقة. يجب الناس أن تعرف الحقيقة، كل الحقيقة. يجب أن لا نخفي. الماضي هو ماضي. الماضي ما ممكن ننبش هذا الماضي على أساس نحاكم الآخرين، على أساس نجيب ناس في المحاكم ومشانق وتسكير حسابات وإلى آخره. لا، هذا الماضي الناس تعود عليه على أساس تأخذ منه دروس وعبر وتستفيد منه، وتضع حواجز وتضع ضمانات على أساس ما تتكرر في المستقبل. إذن يعني المسألة دي من خلال طرحنا كل الحقائق، من خلال تشكيل لجنة تحقيق محايدة من كل القوى الوطنية للبحث عن خلفيات كل الأمور. مثلا تسمعت هنا لما كان يقول في مناطق هزمه الكوماندوس اعتدوا على كذا قرى وصفوا ناس. أنا بعرف في الأيام ده كنت هناك في قرى أبيدت وفي مقابر جماعية. إذا المطلوب شنو؟ أنا يقول والله كان أن تكون في لجنة تحقيق وتجي تفتح القبور ده في أماكن كثيرة موجودة، بس أنا قاعد أديك مثال يعني. تفتح القبور وهذا القبور يعني يحصل فيها فحص الدي إن إيه، ويعرف من هو وينتمي من اسمه إلى آخره، وبالتالي يسجلوا والناس تعيد لهم الكرامة ويكون عندهم هناك متحف للذكريات وإلى آخره. يعني هذا هو سبب، يعني هذا هو يعني مسألة كشف الحقيقة، العودة للحقيقة وكل الحقيقة للناس. الناحية الثانية، المحور الثاني هو المحاكمة. المحاكمة طبعا هنا ما في يعني أنا زي ما قلت في حسابات ومشانق وإلى آخره، لا، لكن يعني هي محاكمة سياسية. أن الناس تعمل محاكمة سياسية وتجي تقبل وتعترف الحاجات اللي حصل، وبالتالي بدل ما يكون عفى الله عما سلف يكون أنه يعني هو الإقرار، اللي يكون الجان يقر على مجنى عليه، وبالتالي يعني هذه المحاكم السياسية يكون عندها بعد باتجاه تجسيد العدالة الانتقالية. المحور الثالث هو التعويض وجبر الدرب. طبعا ده يعني مسألة أساسية جدا، أنه الناس اللي خسرت بشر وخسرت ممتلكات وخسرت مستقبل وخسرت كل شيء، يعني يجب أن يكون في هناك تعويض مادي ومعنوي. معنوي أهم حاجة، تأهيل الإنسان ده وبناء الإنسان ده، لأنه هذا الإنسان مدمر، هذا الإنسان اللي يعني أصيب كل جسمه ده يجب أن نعوده. بالتالي يعني هذا التعويض زي ما قلنا تتوقف على أنه يعني تخليد الأمور ده وحفظ المعلومات وتسجيلها ووضعها في مناهج تعليم و معرفة الناس كل العسل، وبالتالي الناس نخلق عقلية ونخلق فكرة
فكرة الاستنكار للجريمة، فكرة استنكار انتهاك حقوق الإنسان، ونخلق يعني وعي للتعايش السلمي والسلم الأهلي وتوطيده في المجتمع من خلال هذا الجسم، معناه من خلال الاعتراف الجاني للمبنى عليه يؤدي إلى تغيير أشياء. النقطة الرابعة، هي إصلاح المؤسسات. المؤسسات يعني أي، قلنا إذا كان مؤسسة غير دستورية، غير قانونية، غير ديمقراطية، يعني هي هذه المؤسسة اللي بترتكب جرائم أو الاستعمار أو قوى أجنبية كانت تتحكم على البلد. في إريتريا اليوم موجودة مؤسسة يعني غير شرعية، وهذه المؤسسة غير الشرعية بترتكب جرائم واضطهاد وقهر ضد الشعب الإريتري، وبالتالي يجب أن نغير هذه المؤسسة تغيير موضوعي، وهذا التغيير الموضوعي معناها يكون عندنا هناك دولة يعني ديمقراطية سيادة القانون، ومنبع السلطة ومصدر السلطة تكون تعود للشعب هو اللي بيقرر، والسلطة تتناوب بين كل القوى السياسية بشكل سلمي وبشكل دوري وبإرادة شعبية وبإرادة الشعب الإريتري. أخيرا الخامسة، المصالح الوطنية المهمة، القضية الأساسية، أنه بعد كل ده احنا عايزين نوصل شيء، عايزين نوصل أنه يعني مجتمع فيه التسامح، مجتمع فيه التعاضد، التكاتف، الإحساس بالمشترك، مجتمع يحترم اختلافاته، يحترم اختلافاته السياسية العقدية والاجتماعية، ويحترم هذه الأشياء ويقدسها، وبالتالي يعني يعمل بشكل موحد وبرؤية واحدة وبفهم واحد وبعقل واحد لبناء الدولة الواحدة، مش على أساس الأطروحة بتاع النظام الإريتري، حد اللي بي حد بي وحد آخر، لا، في التنوع، في التعدد، في تحترم الأشياء دي كلها، ويكون في تسامح، ويكون في تعاون، ويكون في الإقرار والعمل باتجاه تحقيق القضايا المسيرية المشتركة المستقبلية بشكل واحد. معناه أنا اللي أبنيه ما ممكن الثاني يخدمه، يحافظ عليه، وإذا كان فيه خطأ يصححه، إذا كان فيه إعجاز يعدله. هذا هو إصلاح المصالحة الوطنية. معناها إذن العدالة الانتقالية من خلال هذه المحاور الخمسة توصلنا إلى مسألة العدالة، المصالحة الوطنية، والمصالحة الوطنية هي جوهر أساسي وهو شرط أساسي وهو ضمان أساسي لبناء دولة ديمقراطية. مش بس نزيل النظام، نشيل النظام وعناصره وإلى آخره، وبالتالي في النهاية نجيب ناس آخرين في مكانه، لا، نحن ما عايزين نشيل ده ونجيب الثاني، لا، نحن عايزين نبني دولة يعني ينتمي إليها الشعب بمسامحه وبتعدده وبمستقبله، وتكون دولة الكل. وهذه دولة الكل يجب أن تكون مبنية على أساس المصالحة الوطنية. إذن أنا عايز ألخص، جبت الوضع بتاعتنا كإريتريين، الدولة الإريترية أيام الاستالين وإلى آخره، أيام حتى حاليا إحنا نحتاج في أشياء كثيرة وأسباب موضوعية كثيرة جدا تفرض نفسها علينا أن نحن نأخذ المسار بتاع العدالة الانتقالية. والعدالة الانتقالية يعني برضو نحن كمعارضة أو كقوة موجودين في بيئة ديمقراطية حرة، يجب أن نبدأ هذا المسار من خلال آلية تدير هذه العملية، ونوصل إلى رؤية مشتركة حول الدولة اللي نحن عايزينها أو النماذج اللي نحن نطرحها في المستقبل. لأنه شرط أساسي ما متوفر اليوم في إيطاليا، لكن نحن عندنا هذه الفرصة ويجب أن نستفيد من هذا الفرصة. وبعد ذلك تكلمنا ايش هي العداله. العداله طبعا قلنا يعني هي تدابير قضائيه وغير قضائيه، يعني اللي تتجاوز الانتهاكات اللي حصلت في الانسان وفتح صفحه جديده للتراضي والتفاهم. و
في ضمن هذا الإطار أنا أنهي مداخلتي، وشكرا للاستماع، وأترك المايك لكم وللزميل الجارح. طبعا الأخ جارح كم يوم كنت متغيب معنا، وبعدين كنت أكثر منك وجودك دائما بيسعدني، وأحب أسمع منك على أساس يعني المستمعين يستفيدوا ونتطور معارفهم ونزيد من علمهم يعني. وأنا أحسن فيك الكثير، وأترك المايك لك من خلال إدارة الغرفة. شكرا. شكرا استاذ عبد الله للسرد الوافي والجميل، وتقبل كذلك للراي الاخر. الاخوه الحضور، كل من لديه تساؤل حول العداله الانتقاليه يتمنى يرفع يده، ان كان سؤال يطرحه او ان كانت مداخله حتى يوضح الجوانب التي خفت في من اثناء في اطار الحوار. السلام عليكم. انا واحد لو مسموع. مظبوط. عليكم السلام ورحمه الله. شكرا استاذنا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كنا بمعذبين حتى نبعث رسولا، صدق الله العظيم. قالوا بالملح يصلح ما يرجى تقيره، فكيف بالملح ينحل فيه القير. شكرا استاذ عبد الله. تتطرق لمواضيع جد مهمة، وجد احنا محتاجين ان نعرف اللي حاصل فيها وجهة نظرنا وجهة نظر الاخرين فيها وكده. انا دار اخذ كلامك من الاخير. انا ضد العدالة الانتقالية من حيث المبدأ، ولي مبررات يعني حقولها، لكن هو نفسه اعتقد ان الاستاذ عبد الله في مداخلته في اللحظات الاخيرة حس يمكن بروح القانونية وروح عادية انه منطق العدالة الانتقالية منطق ما يستقيم، فحاول يوائم بينه وبين العدالة الاجتماعية وبين المصالحة، وهم على طرفين نقيض يعني. لا يمكن بأي حال من الأحوال المواءمة بين الانتقام والمصالحة. حيثما وجد الانتقام انتفت المصالحة، وأمر طبيعي، طبيعة الأشياء تقول ذلك. قبل ما نخش في مفهومنا ولينا عادل العدالة الاجتماعية، نحاول نقول بعض الحاجات يعني القانونية بسيطة، نحاول نختصرها. يعني لازم نفهم حاجة واحدة، هي طبيعة القاعدة القانونية. انت زي جابوك لك يا اخي عمل لنا قاعدة قانونية في مواصفات عالمية. لو درست القانون في السودان، ولا درست في نيويورك، ولا درست في لندن، او درست في جنوب افريقيا او في الصين، في مبادئ عامة وروع عامة اتفقت عليها الانسانية، ما ممكن تخلو منا أي قاعدة قانونية. أهم مبدأ هو مبدأ العمومية، يعني أن تكون القاعدة القانونية عامة غير مختصة بأي شخص ولا أي مجموعة ولا أي حد. يعني ما تقول إذا سرق جعفر يقتل، وإذا سرق محمد ما ينفع. القاعدة القانونية تقتضي أن تكون عامة ومجردة. العنصرين دي العنصرين مهمين جدا في أي قاعدة قانونية، انتفت منها هذه العناصر سقطت وسقط مفهومه القانون. الأمر الثاني برضو مبدأ قانوني مهم جدا، وكل القوانين في كل دول العالم تنص عليه، هو لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص تشريع سابق. ودي أنا قبل لما قلت لك أستاذ بدر الدين إنه العدالة الانتقامية تتنافى ومبدأ الدين، لأنه ربنا يقول وما كنا بمعذبين حتى نبعث رسولا. ما في نص تشريعي يجي بعد الجريمة ما ترتكب ويحاول يوظف الجريمة. اللي ابتدعوا العدالة الاجتماعية هم الانتقامية، هم اللي الناس الموتورين اللي حسوا بأنهم موتورين، وبالتالي عشان يتم توصيف العمل اللي حيقوم به بشكل قانوني وشكل مرتب أطلقوا عليها العدالة الانتقالية. يعني معناها
احسن بالمعنى البسيط الواضح. تجي انت في ظل نظام سقط وانحار، ده برضو نرجع عليه الموضوع ده، لكن الفهم شنو فاهم منه؟ الناس تجي وتسين قانون، يعني يجي الليل احنا سقطت رجل اخرى نسين قانون ما عارف كذا كذا، لا الناس تسين قانون ليش؟ لانه القوانين العاديه مرات ما بتغطي كل الجرائم اللي تم ارتكابها في النظام الموجود، وده قصور في القانون مش قصور في الله. ففي قصور في القانون العام اللي موجود، سواء كان قانون جنائي او قانون محلي موجود في الدولة المعنية، ما 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 يغطي كل الجرائم اللي تم ارتكابها، فابتدعوا فكرة العدالة الانتقامية والعدالة الانتقالية عشان يغطوا على الجرائم المرتكبة، وده قلنا يتعارض مع أهم مبادئ القاعدة القانونية العمومية والتجريد، لأنه النص القانوني لا يجرم الأحداث اللي سابقة له، وده نص ديني ونص قانوني وتعرفت عليه المجتمعات وتعرف عليه كل حاجة. من حيث المبدأ الانتقام مرفوض، يعني أستاذ عبد الله لا يمكن أن نواوى بين المصالحة والانتقام أصلا أيا كانت الدواعي والأسباب والحاجات اللي احنا ننشدها في ظل. أنا في تقديري إذا إريتريا تمت وفق القانون اللي قاعد يحاكم به، بس عندنا قانون على فكرة، عندنا مجلد قانوني هو كتاب واحد فيه محوي كل القوانين الموجودة، واعتقد الجرائم اللي ارتكبها السياسة واللي ارتكبها غيره مضمنة في إطاره، حتى ولو افترضنا أن القوانين الإريترية قاصر على ان تقع تحت مظلتها كل الافعال اللي تم ارتكابها واللي هي مجرمه بطبيعتها، هذه الافعال مجرمه في كثير من قوانين الدول وكثير من القوانين الدوليه. لا ما ينفع الناس عشان تفهم العداله الانتقاليه بالعربي كده بتاع العادي، يعني انت الليله بتجي بتمسك دوله بتقوم تسن قوانين محدده لاشخاص محددين بطريقه محدده ما تراعي فيها كثير من المواصفات القانونيه للقاعده القانونيه عشان تحاكم فلان الفلاني، يعني ده تجرم، احسن تعمل زي السياسه وتشيله وتدخله السجن وتقعد تحت حفره ولا تحاكم ولا تعمل ليه ولا تعمل ليه ولا تعمل ليه، وهذا ده المفهوم. يعني الناس ما تجري، كثير من القانونيين وكثير من الناس ضد فكرة العدالة الانتقالية، حتى الاستشهادات اللي تمت كف عنها رجل سياسة ما عنده ما يقدر يصير قاعدة قانونية، وبالتالي كلامه ما 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 ما, ما نقدر نقول يا أخي هو كلام رجل بتاع قانون ورجل يقدر يصير قاعدة قانونية وفق مفهوم القانون والقاعدة القانونية. عشان كده أنا بقول دائما يا جماعة ما ننجر وراء 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 كثير من الحاجات اللي قاعد يبتدعوها المجتمعات الموتورة والمجتمعات كده، لأنه العدالة الانتقامية دي ما بتجيب سلام ولا بتجيب مصالح. إذا كان قررنا إحنا نقيم دولة فيها حريات وفيها مصالحة وفيها وئام اجتماعي، العدالة الاجتماعية واحد من المبادئ بتاعتها إنها ما تخلق وئام اجتماعي، لأنه أنت لما تجي تسن قانون محدد لأشخاص محددين وطريقة محددة والإجراءات بتاعت القبض عليهم ومحاسبتهم، وحتى في الأدلة اللي تقدمها ضدهم، يعني الأدلة اللي تقدمها ضدهم ما تخطأ في القوانين، عندها الإجراءات بتاعتها لما تجيب دول مثلا وزارة الحاكم وبتاع، الأدلة اللي انت تجمعها عشان إذا انت الزول ده عندها برضو معايير محددة مفروض تلتزم بها، في معايير عالمية وفي معايير بتقدمها المجتمعات اللي هي عايشة فيها، يعني اشرح القانون المجتمعات دي العدالة الاجتماعية ما تخرج ما تستعمل المعايير دي. يعني فمثلا لو انت جبت دليل ما يخطأ، مثلا احنا في السودان نسميه قانون الإثبات، يعني لو اذا كان الدليل اللي انت جبته او البين اللي انت جبته مرفوضة بحكم القانون، في العدالة الاجتماعية انت ما بترفضها وتقبلها عشان تتم بها الزول ده. من المنطلقات دي أنا دائما بقول أنا ضد العدالة الانتقالية، إحنا نتعامل بالعدالة الموجودة في المجتمع ونفعل القوانين الموجودة ونحاكم بها، يعني القوانين دي تحاكم إذا ما حكمت القوانين الداخلية في إذا الجرائم اللي ارتكبها هي جرائم عندها علاقة بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة العرقية والجرائم المنصوص عليها في قانون الجنائي الدولي، نقدم لمحاكمات دولية وتحاكم، يعني بلاش عدالة انتقالية يعني.
ده اللي حبيت أضيفه كلام الأستاذ. لو في مداخلة ولا في سؤال أنا متوفر. أحلى ما فيه. شكرا أستاذ جراح لهذه المداخلة والإضافة القيمة. في الدرجة الأولى أنا بحترم رأيك لأنه بحترم رأي الآخرين مهما كان، وبالتالي يعني هذا الرأي محترم ومقدر. وبرضو يعني الأمور دائما هي أمور نسبية، ما نأخذها بشكل مطلق. في الوقت القانون يعني والنص هي أشياء مطلقة وما ممكن الاجتهاد فيها يعني. وبالتالي يعني احنا ما قاعدين نتكلم عن أشياء قانونية مطلقة والاجتهاد فيها محسوم. احنا قاعدين نتكلم أول قلت أنت عن يعني العدالة الانتقالية، في فرق بينها وبين المصالحة الوطنية. أنا قلت هذا محور من المحاور، نتيجة نهائية. المسار هذا يودينا في النهاية إلى المصالحة الوطنية، لكن نحن لو ما جينا ناخذ كل المسارات بشكل مرتبط وبشكل عضوي مع بعض ووصلنا إلى محطة المصالحة الوطنية، ما ممكن نحن نقفز كل المحاور هذه وعلى طول ندخل في المصالحة الوطنية. إذن يعني هي مسألة بناء ترميم البنية التحتية للمصالحة الوطنية، وهي بروسيس يعني هي عملية بتاع الانتقال من محور إلى محور إلى أن نصل إلى محطة المصالحة الوطنية. والمصالحة الوطنية هي البداية الصحيحة في بناء بلد مشترك ومسير مشترك ويخص العام يعني الكل. بالنسبة ل طبعا مسألة القانون ما يمكن يطبق على أثر رجعي أو يعني يجرم مرتين. طبعا مبدأ قانون معروف، لكن إحنا ما قاعد نتكلم عن جرائم نتعامل معها في الوقت هذا. حتى لما نتكلم في 47 في كانت تحصل يعني إفرازات بتاع إشكاليات خلت مرارات وترسخت في العقلية وفي المخزون بتاعتنا الفكر والإنساني. بالتالي يعني الأشياء دي لا يمكن أن احنا حتى الناس أصحاب انتهوا، زي ما أصونا واحد قال يا أخي احنا ما تحملون لو يدرى هذا اللي حصل زمان وعفى الله عن المدرسة. لا، في ناس قاعد تاخذ المرارات ده وفي ناس قاعد تعيشها. إذا كيف نحن بين ده وده نخلق نعمل جسر من خلاله أنه هذه المرحلة الماضية إحنا اليوم ما تعنينا، لكن يجب أن يعني نحن نواجهها بصراحة. يعني إذا كان أنا والدي في 47 كان هو ينادي بالوحدة مع إثيوبيا، أنا اليوم يجب أن يكون عندي جرأة أقول هذا الموقف كان خطأ. حتى لو ما قلت هذا الموقف كان موقف هو يعني خياني للوطن، يعني يجب أن يكون عندي الجرأة عشان نقول هذا الموقف هو كان موقف معادي للوطن، وهذا الموقف نحن دفعنا على أساسه يعني ثمن غالي جدا لفترة 40 سنة وتداعيات من المواجهات مع النظام لتحقيق الحق ولتحقيق استقلال الوطني وتحقيق هذا المحرر. إذا حاجات يعني مادية عندها تأثير مباشر على وجودنا وعلى كينونتنا، يجب أن نحن نتجاوزها بشكل فتح هذا الملف، نفتحه ما نتخوف منه يعني، وفتح الملف ومواجهته والتعامل معه بشكل صريح يعني هو العلاج، هو تطهير النفس وخلق بيئة جديدة ونفسية جديدة لمرحلة جديدة. بعدين احنا نتكلم عن تجارب إنسانية. هذا احنا يعني هذا الشعوب كثيرة مرت بالمراحل في أمريكا اللاتينية وفي أفريقيا، وبالذات مشهور زي ما انه في جنوب أفريقيا نظام عنصري سقط
وكيف اتعاملوا وكيف قدروا ينقلوا هذا الوضع اللي كان بين السيد والمطهر، يعني اختزلوه بطريقة يعني راقية جدا وبطريقة حذرية، وعملوا لجان المسارحة ولجان المواجهة ولجان الحقيقة. وبالتالي يعني حتى جو الناس اللي ارتكبوا بالجرائم جو وقفوا أمام هذا اللجان بيقول نحن ارتكبنا يوم من الأيام جرائم بشكل كيف 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 كيف، في جرائم ما معلنة منها عنا أن جو الناس أعلنوا عنها وهم ارتكبوها. هذا الناس اللي جنى عليها ما قالت والله هذا المجرم يجب أن يشنق ويذبح ويمشي للسجون، لا سامحته. إذا هذا التبادل، هذا التسامح، هذا المواجهة هي المطلوبة من خلال العدالة الانتقالية. أنا طبعاً يعني شوية يعني معرفتي للفقه وشؤون الدينية مش معمقة، مش قوية جداً، لكن الحمد لله الواحد يعني مسلم وعنده من يكتب من التزامات. أنا بشوف أنه في هذه التجارب، التجارب الإسلامية، يعني سيدنا محمد لما بدأ جاء يعني وهو منتصر على أبواب، وقف على أبواب مكة، وجاءوا ناس من أبو سفيان وغيره إلى آخره، يعني ستين مكة كانت يعني كلهم ما كانوا مؤمنين، وبالعكس كانوا كلهم أكثرهم اللي كانوا موجودين هم يعني أمراء اللي أداقوا الأمرين للمسلمين في الفترة السابقة. لكن سيدنا محمد تجاوز عن هذا الشيء بشكل يعني مثالي جدا، وقال كل من دخل الكعبة هو آمن، ومن دخل إلى بيته هو آمن، وبيت سفيان وإلى آخره هو آمن، والأمان للكل. ما قال يا أخي الناس اللي كانوا زمان يعادونا وعملوا أمرين من آخرين نحن ننتقم منهم، لا، هذا المسامحة، هذا التسامح، هذا الأفق الجديد وفتح صفحة جديدة، يعني خلت مكة كلها عن ذكرة أبيها في اليوم الثاني يعني تؤمن، وحتى اللي كانوا كفار وأشد الكفار آمنوا بالإسلام و اعتذروا اللي كان يحصل في أيام الكفر. حتى سيدنا عمر يوم من الأيام في داخل مجلس لما كان يبكي وقالوا له ليش يا سيدنا عمر بتبكي، سيدنا عمر قال أنا ببكي لأنه ذكرت أيام الجاهلية، أنه كنا يعني ندفن البنات والأحياء، وأنا قال بنتي يعني أيام الجاهلية أخذتها على أساس أدفنها، وكنت أحفر القبر والتراب بيجي في كتفي وهي تنفذ التراب، وفي النهاية أنا دفنتها ومشيت. وهذا لأني لأي مدى أنا كنت يعني، وهذا اعتراف، اعتراف عن جهل كان يحصل عن غير الآخر، لكن جريمة وقعت واعترف بطريقة سامحة جدا. ولما كان يأكل ال 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 الإله اللي هو من العجوة وانتهى منه وضحك يوم من الأيام، وليش لما سألوهم قال أنا كنت بأكل إلهي لما نال يجيب قوت يعني مر يده ورجلي لآخر إذا أنا أكلت كله، وبرضه يعني الإقرار بجهل معين كان يحصل والتطور. إذا العدالة الانتقالية هي عدالة التسامح وتطور في الفكر الإنساني والاكتساب من تجارب الإنسان، التجارب الأخيرة، والتعامل مع الأمور ده كلها بنفسية جديدة وأسلوب جديد. أنا يعني هأذكر بعد الأقاويل، بعد المداخلات بتاع عدالة الانتقالية، يعني واحد هو أنجلا أوستيريا من غواتيمالا يقول يعني فقط يوم تتحقق العدالة يستطيع الموتى أن يقمد عينهم في قبورهم، وإلا فلن يقبضوها أبدا. العدالة الثاني يعني هو مارديس ديبانيز من أرجنتينا أيام الحكم العسكري، إنما يبقى في النهاية هو السعي إلى تحقيق العدالة.
نريد منكم تحقيقا هذا، منكم جميعا أن تذكروا ما حصل لأولادنا لكي لا يتكرر بنا أبدا. جونيرا إيرسا برضو هذا من كولومبيا، الحقيقة هي المرآة التي تحفظ السلام. نبني السلام معا مستخدمين الحقيقة عند كل منا. إن لم تكتمل الحقيقة فلن تكتمل لا العدالة ولا السلام أبدا. آخر، الضياع السمت طريق، طريقة عندما تفتح يد الأبواب للأسواق. من السعد والرأي آخر، من السعد تبديد الجهل إلا إذا كان سمت حرية للبحث عن الحقيقة دون خوف. وآخر بيقول، أنا واحد من بنات الخمير في كولومبيا في كمبوديا، وأنا أريد أن أعرف عن مادي الرهيب. إذا أصبح يوما ما مادي الفائدة في بلدي، سأحاول تجنب تكرار تاريخ نظام الخمير الحمر. سأتطلع للمستقبل السلمي من خلال الاستفادة من الدروس الماضية. وإلى آخره، يعني واحد يقول يشكل مسار رجعة الحقيقة والمسالحة أساسا للشفاء. يجب أن نعطي شعبنا الفرصة للمشاركة، لمشاركة خبراتهم ولإعطاء صوت لكل من قمع لسنوات طويلة. وهذا طبعا قليل من الكثير، على أساس إحنا يعني كيف الناس يعني من خلال كيف طلبت العدالة الانتقالية وشنو الأبواب اللي فتحت لهم العدالة والأفق الجديد والوضع الجديد والواقع الجديد اللي فتحته العدالة الانتقالية. العدالة الانتقالية مش هي النقيض للقضاء والقانون، لكن العدالة الانتقالية هي مرحلة لتحقيق العدالة في حالة انهيار نظام ديكتاتوري كان مسلط على البلد، زي إريتريا مثلا انهار ومشى وإلى آخره. حتى القوانين القديمة اللي هو اللي سناها النظام لا يمكن تكون صالحة لتطبيق كقانون على الجرم اللي حصل. لا، يعني في فراغ هناك ذات قانوني إلى أن تبني المؤسسات، إلى أن تبني الدولة الجديدة. هذه المرحلة الانتقالية يجب أن نتعامل معها من خلال يعني في حالة انهيار النظام أو في حالة يعني هزيمة أو في حالة دحر الاستعمار. نحن طبعا سنة 91 انتصرنا على الاحتلال وعلى الاستعمار، لكن ما لقينا مرحلة، ما فتحنا أفق بتاع العدالة الانتقامية على أساس نخلق دولة مع بعض، دولة جديدة. بالعكس، النظام اللي تربع على السلطة فكر ما أدى أهمية لهذه المسألة، وبالعكس يعني هو اتعامل مع المسألة بطريقته الخاصة الإلقائية والإقصائية، وفرض قوانين جديدة بالنسبة له قانون. إذا لما يقول لك يعني ممارسة التنظيمات السياسية أو التنظيمات السياسية والأحزاب السياسية ما بعد التحرير هو جرم، هذا قانون بتاع النظام، لكن ما قانون عادل. وبالتالي ألقي هذا القانون وأحل في مكانه قانون عادل. والمرحلة الانتقالية دي ما ممكن الناس يعني تتعامل معها على أساس فراغ. إذا أنت تكون لجان بتاع التحقيق، تكون لجان بتاع مسالحة، تكون مفوضيات لصياغة الدستور، تكون مفوضية للانتخابات والقانون، لا هذه يعني هي كلها تندمج في إطار العدالة الانتقالية لفتح أفق جديد لبناء وطن جديد. وشكرا للأستاذ مرة ثانية، وأترك المجال للأخ جمعة. شكرا أستاذ عبد الله، أفيت وكفيت، ومداخلة كانت شافية.
أنا ما بفهم في القانون وليس قانوني، ولكن حعمل مداخلة وإن شاء الله بعد ذاك أستاذنا عبد الله يقيف عليها حتى إنه يوضح لنا أكثر. مشكلات على الأرض والواقع تواجه أين محل الظلم بعد الظلم، إزالة ما يترتب آثار الظلم يحتاج لشيء، إن كان يسنى عبر القانون إن كان بالشرعية الثورية فليكن. النظام كما هو معهود سن بعض القوانين، وقوانين جائرة وتعسفية، مصادرة أراضي، مصادرة ممتلكات، استحواذ على السلطة والنفوذ، وتسخير هذه الأشياء كلها لفئة معينة، لأنه حتى التوظيف والتركيب الوظيفة الهيكلية للدولة كلها تتبني على جزئية معينة، حتى في الوظائف السيادية ولا المدنية كلها. مشاريع تمتلك، مشاريع أراضي واسعة جدا تمتلك لأفراد، والأفراد هم كلها عبارة عن شبكات. حتى الأخت شريفة تتحدث معي على أنه ما عايز أقتل الأمسية، لكن حتى هيكل المرأة، اتحاد المرأة العام، هم كلهم نساء الجنرالات، ويقفوا خلفهم الجنرالات، وكل شيء في تحت خدمتهم. هكذا الدولة تحولت إلى ملك مجموعة حكم مجموعة، بينما طرف آخر يكتوي من الظلم، يكتوي من الفقر، يكتوي يتجور جوع. هكذا الجزء الآخر في إريتريا. حلو، إذا عايزين ننتقل للعدالة، ننتقل لدولة بعد التغيير، كيف يبقى التوازن؟ يبقى كده نحن هنكون عندنا طبقتين، طبقة مواطنة تمتلك كل شيء في يدها في حيازتها، وسخرت لها دولة 20 سنة هي من الفنادق والممتلكات وكل شيء، وبينما اللاجئين، حتى اللاجئين القلة اللي حيجوا باعتبارهم مشردين في وطنهم وعائدين، يسمون عائدين. كيف يكون المعالجة لهذه المسائل؟ فإما نكون في دولتين بهذا الشكل، ظالم ومظلوم، ويظل المظلوم هكذا، وإما كمان تكون في عادة ترتيب. كيف، ما هي القوانين التسن ولا القوانين تعالج هكذا؟ هل تندرج في دائرة العدالة الانتقالية، دائرة العدالة الاجتماعية؟ عايزين نفهم، لا يمكن نسكت على كده وتقول لي بعد ذاك القانون يمنع على أنه أساس العدالة الانتقالية هي الظلم، ولا المسميات بتاعتي ما في حاجة زي دي، ويجب أن نسني قوانين أخرى وهي تتماشى في التعايش السلمي ومش عارف إيش، يعني معناها قبول بالأمر الواقع هكذا. أنا لا أجي لا أمتلك راكوبة حتى أعود لي، إذا كنت أنا من المستعمر أطالب التعويض، فما بالنا في من يظلمنا من أبناء الوطن داخل الوطن. كيف المعالجات تتم؟ يعني من هجر والله انتقائية ولا شنو يا جراح، نسمع من الأستاذ عبد الله، لكن أنا ما حقدر أقبلها ولا حقدر استوعبها. أي إنسان 30 سنة يظل 50 سنة خارج الوطن، وثم يأتي إلى الوطن وهو كلاجئ كمان داخل وطنه، يعني لا يمكن نقبل ذلك. وبينما هو التشريد والحتة دي كلها كان يلعب فيها نظام دور كبير جدا لعدم عودة هؤلاء الناس إلى ديارهم، عشان ما يمتلكوا ويكونوا جزء من النسيج الاجتماعي الإريتري. بمعنى في ظلم مركب، الظلم إن كان بسبب المستعمر، والظلم الثاني هو بوجود هؤلاء. في ناس كتير دفنوا في خارج الوطن، حتى أبنائهم ما يقدروا يعودوا. إذا عاد للوطن بالشكل ده نقول شنو يعني؟ هل هنترك الأمور كما هي، من له فنادق ويمتلك الشوارع ويمتلك ويمتلك ويمتلك، ويظل الإنسان الإريتري الآخر وهو تحت الحديد، يعني بمعنى عبيد ومستعبدين للإنسان المواطن. هكذا هو الفرز. كيف تتم المعالجة إن لم يكن هناك رؤية واضحة؟ وبلاش عاطفة القانون، هو القانون ما ينكسر والقانون ما يتلوي. الحاجات دي أنا بجد ما أقدر أفهمها في إطار هذه المعطيات. أتمنى ندي الفرصة للضيف عبد الله، بعدين ما مشكلة الجراح تجي تعاقب، ونحتاج لمداخلتك كمان إذا كان عندك وجهة نظر أخرى، وما يكفري. لا يعني جنبه، بس معلش في معلش استاذ عبد الله، استاذ انا اسف جدا يعني، لكن بس ما اتكلم كثير، اقول توضيح بسيط. يعني انت قاعد تخلط بين امرين، يعني بين انه يكون في عداله انتقائيه او انتقاميه او انتقاليه ايا كان التسميه، وبين انه الناس تحاكم، يعني تقدم لمحاكمات في ظل الجرائم اللي ارتكبوها، ويتقدم لمحاكمه عادله وكده.
ما قاعدين نرفض احنا محاكمات يعني، وما قاعدين نقول ما قاعد اقول الجراح. الجراح انا ما قلت، ما قلت محاكمه، ما تكلمت عن محاكمه، ما تكلمت عن محاكمه المجرم ده. انت ما قاعد تحكي مرارات يعني، المرارات دي صفقوا ليه وزول العمل المرارات ما يحكموه يعني. لا مجتمع كامل مستفيد من العمل المرارات ولا شرد الجراح ولا شرد الجراح. خلينا اوضح لك الجزئيه، يمكن انت ما فاهم الحته اللي دار اقول اوصلها لك. انا ما بتكلم فيها سياس والمجموعه اللي هي الواقفه على الحته دي تحاكم على حسب الجرائم، وفي بعضين ممكن يتملصوا من المحاكم لانه في هناك ما في ادله كافيه عشان ما ادينهم. انا بتكلم عن مجتمع كامل مستفيد من هذه الاشياء. المجتمع المستفيد باعتباره الطبقه، الطبقه الاولى مواطن درجه اولى، حيكون بالمستوى الاقتصادي ولا المستوى منح فرص ماليه، قروض بنوكية، أشياء كثيرة جدا متاحة له، دولة كاملة مسخرة من أجل أن ينعم بهذا الوضع. وهو يختلف تماما من الإنسان اللي يكتوي اللي حيرجع ويكون تحت الخيمة، يعني شتانة بين المواطن ده وبين المواطن ده. ده تسخر له دولة بسبب عرقي، بسبب ديني، غير ذلك. دي الحتة اللي قاعد أقول فيها أنا، كيف تتم المعالجة؟ ما قاعد يتكلم في الظالم. كلامك ده ما عنده علاقة، كلام اللي بتقول فيه ده ما عنده علاقة بالعدالة الانتقائية. على فكرة العدالة الانتقائية هي تدبير قضايا، تدبير قضايا يعني تحقيقات، يعني حبس احتياطي، يعني إصدار أحكام، يعني سلطات تقديرية عالية للقاضي، يعني أشياء كثيرة. فما نخلط الأمور مع بعض. عدالة انتقائية لوحدة وترتيب أوضاع وإعادة الحقوق والمصالحات الوطنية أمر آخر يعني. فنحن ما قاعدين نقول الآخرين ما يتحاكم والآخرين ما يتم محاكمتهم ولا الأوضاع ولا الأوضاع اللي موجودة دي هي أوضاع طبيعية وبتاع ما يتم تغييرها وكده. دي كلها مواضيع عندها ناسا وعندها أدوات اللي تتعامل بها، لكن ما عندها علاقة بالعدالة الانتقالية. العدالة الانتقائية والانتقالية هي مسألة تجريم كل من ارتكب أفعال غير مجرمة في ظل النظام السابق. ده مفهومه يعني، ده مفهوم تدبير القضايا عشان ما نخلط المواضيع مع بعض. لكن الناس اللي تربحوا من السلطة واللي أخذوا أوضاع واستفادوا بتمييز إيجابي من النظام، ده يتم معالجة الأوضاع دي بقرارات سياسية، بتوافقات سياسية، بغيره، ما عنده علاقة بالعدالة الانتقائية. ده الكلام بتاعكم. شكرا استاذ عبد الله. الميكروفون لك استاذ عبد الله. عمنا ساهو سوري عشان بس نسمع وجهه نظره وهو الضيف، ونسمع كمان ما يقول في الاطار. تفضل استاذ عبد الله. اوكي، شكرا الجراح وجبه، وده المطلوب طبعا. الناس تناقش على اساس تفهم، واذا كان احنا اليوم قدرنا نستهلك الأمور ونقدر نهدمها ونقدر نوصل إلى رؤية مشتركة من خلال نقاشات حادة ومواجهات، أفضل بدل ما بكرة نحن يعني كل واحد يجي بطريقته وأي واحد متمسك برأيه وندخل في مواجهات ما عندها أي معنى. بدل ما نبني البلد ندخل في حوارات بيزنطية أو جانبية. وبالتالي يعني جميل جدا انه الناس تتحاور وتقبل بعض ويتكلم، وكويس ده المطلوب. انا بالنسبه يعني ممكن ما اختلف كثير في الكلام اللي كان تعقيب الاستاذ جراح، انه يعني في فرق بين العداله الانتقاليه وبين تدابير القضايا. في فرق كبير يعني. اذا كان واحد مجرم ارتكب جريمه ضد الانسانيه، العدالة الانتقامية بتتطور إلى المحكمة الدولية، بتمشي حتى إلى المحكمة الدولية. إذا كان يعني عندك أنت يعني ما ممكن تتجاوز يعني الجرم الإنساني هذا والجريمة ضد الإنسانية اللي ارتكبت وارتكبها بشكل واضح جدا، يعني ممكن يمشي إلى المحكمة الدولية. في مثلا في ليبيريا، في ليبيريا يعني أخذ المنحنى، الرئيس اللي كان رئيس الدولة قدمه لهاي، لكن المجتمع دخل في مسار بتاع العدالة الانتقالية. في ناس يده مقطوعة ورجله مقطوعة وثرواته منهوبة غير إلى آخره. يعني إذا كان واحد يده اتقطعت أنت إيش حتعمل؟ حترجع له؟ لكن في
اولا يعني انت تطهر نفسيا ويعني تأهل نفسيا، وبالتالي انت الجانب يقول انا اخطأت وانت اعمل اللي عايزه. حتى نحن في إريتريا في تقاليد زي ده، اذا كان واحد يعني قتل شخص من قرية، يعني اهل القرية اللي قتل الانسان بيجيبوا القاتل بيلبسوه يعني قطع موزعة كده وبيجر ما عارف حاجة كده ويجي ويضع على ويسجد أمام منزل القتيل، بمعنى أنه أنا قبلت وحصلت الجريمة وبالتالي أنا تحت أمركم حتى أقطع رقبتي. وكثير ما الناس تتسامح لما تحصل الحاجة دي، يعني دي جزء من علامة قالية حتى عندها جذور في مجتمعنا يعني. لكن أنا بصراحة أولا الدمان، الدمان لتحقيق العدالة هي الدولة الديمقراطية، الدولة العادلة. يعني إذا كان ما في دولة، إذا كان هذه المؤسسة هي المؤسسة اللي إذا كان صالحة الأمور تصلح، إذا كان المؤسسة الدولة هذه الحكومة إذا كانت يعني فاسدة بيحصل هذا الخلل كله، الخلل الهيكل. إذا نحن قاعدين نقول دولة ديمقراطية شنو عادلة؟ دستورية، سيادة القانون، المصدر بتاع سلطة شعب، وبالتالي والحريات مكفولة، الحريات الدولية والحريات المحلية غيرها، هذه كل الأمور. وإنسان يقدر يتكلم بحرية. اليوم انت حتى المجرم اللي انت اخذ منك ارض ما تقدر تقول له والله انت اخذت منه ارض، لانه في مؤسسة بتحميه. لكن بكرة اذا كان في الحرية متاحة يديك الفرصة على اساس تقول فلان هو اللي اخذ مني، تقدر انت يعني تواجه الفلان، وفلان يقدر يقول انا اخذته وممكن النظام غيره وانا اليوم اتنازلت من الملكية دي لسحبها. يبقى انه يعني احنا اختزلنا الطريق بتاع صلح. الدولة هي اساس تقييد. اذا الضمان هي الدولة. طبيعة الدولة حاسمة جدا في الموضوع ده. واحد. الناحية الثانية العدالة هي مسألة دائمة. ما انتقالية، ما استثنائية، ما بس اليوم تكون وتنتهي. لا. العدالة هي قمة أو نهاية المطاف. حتى الديمقراطية ما تحقق العدالة، لكن إذا تحققت العدالة الديمقراطية الدنيا بتتحقق. إذا يعني هنا في تناقض بين العدالة والانتقال. يعني لكن هذا الانتقال يعني هو يعني مدلول زمني محدد للمرحلة بتاع سقوط النظام والفراغ إلى بناء الدولة، دولة المؤسسات والدولة الديمقراطية والدولة العادلة. هذه الفترة الزمنية الاستثنائية الانتقالية هي اللي قاعد تأخذ صفة العدالة في الفترة ده. كيف تعامل، كيف نتعامل مع العدالة في الفترة الانتقالية هذه يعني. لكن مش العدالة الانتقالية والاستثنائية وانتهى في الآخر، لا، العدالة ماشي للنهاية. العدالة إذا كان واحد يرى أنه هو مظلوم وعايز يأخذ حقه من خلال القضاء وفي ظل دولة ديمقراطية عادلة، هذا شيء مكفول يعني. إذا يعني إحنا ما نتعامل مع مفهوم العدالة الانتقالية بشكل سطحي ونفهمه بطريقة أنه أفلا عن ما سلف، أنت الظالم خلاص معلش، والمظلوم معلش، والظالم خلاص انت وضعك. لا يعني مش بالشكل ده. هو تحقيق الحق للمظلوم بالاعتراف الجانب، ومن ثم يعني المظلوم يستعيد حقه، يعوض في حقه،
يعوض ماديا، يعوض معنويا. وكل الجرائم اللي ارتكبت قلنا يكون في هناك مكتبات، ويكون في هناك منسات، ويكون هناك مكاتب تحبس بالاشياء دي، ويندرج ضمن المنهج التعليمي، المنهج الدراسي. والناس يعني معناها شنو اللي عايزه؟ ما تتكرر الاشياء دي والاخطاء دي مره اخرى. يكفينا. وعشان نقول احنا يكفينا، اولا يعني نخلق نفسيات، لان هذا المجتمع احنا اذا كان حنبنيه هذا المجتمع مع بعض، اذا كان احنا هذا القدر هو قدرنا، وهذا البلد هو مركب، وكل واحد عنده مصلحته وهو جزء ينتمي لهذا البلد، لا يمكن ان نلقي الاخر. احنا اليوم رفضنا القاء القوى اللي موجوده في السلطه، القت جزء كبير من المجتمع و الناس قاعد ترفض وتقاوم. إذا كان بكرة حيجي نظام في مكان ويلقي الجزء الآخر بحجة أنه هو كان في السلطة وإلى آخره، الأزمة مستمرة ما تحلت. لكن القادم الجديد ما عايزين يكون صورة أو الوجه الآخر للنظام اللي في الحال، لا، صورة مختلفة تماما، نظام عادل بيساوي بين الناس كلها، والمظلوم ياخذ حقه، الظالم يؤخذ منه، وسواء كان بالتراضي، سواء كان بالقانون، سواء كان بالمعاقبه، هذه الامور كلها موجوده. وفي النهايه احنا عايزين نوصل لبناء دوله، وهذه الدوله المشتركه ودوله النسيج الواحد يجب ان تكون مبنيه على اساس المصالحه. ومحور من محاور يعني الطريق الطويل اللي نوصل بها للمصالحه هي العدالة الانتقالية، ولا تعني العدالة الانتقالية التساهل والتسامح وعفو الله عن ما سلف، هذه الأمور ما في. العدالة الانتقالية بالعكس هي يعني حاسمة وقاطعة، وما تتعامل بعاطفية ولا بمجاملة، تتعامل بمفهوم بتاع مستقبل، لأنه نحن بيعنينا مستقبل أكثر من الماضي ومن الحاضر. إذا المستقبل نحن عايزين نبدأ أسس سليمة وبنية تحتية قوية سليمة. في هذه الحالة يجب أن نتعامل بعيد من العواطف والمجاملات، يجب أن نحقق الحق، نحقق الحقائق، والحق والحقائق يجب أن تكون معروفة للكل، ما تكون مخفية من أي واحد، والمظلوم يأخذ حقه والظالم يأخذ حقه، وبالتالي نوصل إلى مرحلة مصالحة وطنية نبني البلد بشكل مشترك. واحنا عشان نوسع مفاهيمنا ومعارفنا باتجاه هذه العدالة الانتقالية يجب ان نقرأ في الجانب ده في تجارب انسانية كثيرة، زي ما قلنا في امريكا اللاتينية، في اوروبا، في افريقيا، وبالتالي يعني نقدر نحن جزء من البشرية وجزء من الانسانية، وهذه التجارب يعني احنا نقدر يعني ناخذ منها الشيء اللي يساعدنا في انه نبني دولة حديثة بطريقة مشتركة وبطريقة حديثة. اذا لا يمنع ان احنا يعني نبدأ من حتى نقرأ وكل نطلع على كل التجارب، ومن ثم نستفيد من البيئة الديمقراطية اللي احنا عايشين فيها في الغرب، ونعمل آلية لمواجهة بعض، ومن ثم ندع صورة للدول اللي عايزنا في المستقبل. السؤال المحير لأنجبة يعني يجب أن نجاوب عليه، إذا كان نحن فعلا منذ على سقوط النظام حندع اللبنة الصحيحة، الطوبة الصحيحة، والبداية الصحيحة لبناء نظام ديمقراطي نتطلع فيه ونعمل فيه مستقبل مشرق ومستقبل يعني. بالتالي يعني أنا أحب أؤكد أنه هذا مفهوم العدالة الانتقالية يحتاج إلى 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 دراسات، إلى تطلع أكثر. وده أنا زي ما قلت يعني مختطفات بنقدمها على أساس الناس تطرق الأبواب
وفي النهاية يكون عندها مساهمات واضحة. وأنا قلت المناسبات اللي خلتني هي مناسبات اللي حصلت من ثمنه إلى وبمناسبة أنا عندي هذا الفيلم يعني هو بنص ساعة بتاع نيوزيلاند. إذا أي واحد ممكن أعمل لكم الفايل أرسل لكم على أساس الناس تشوفه وتستفيد منه. بصراحة يعني مؤثر جدا، وكل واحد يتمنى أنه نحن نوصل إلى مرحلة ما تلك المرحلة ونعالج قضايانا بالشكل ده. ورئيس دولة رئيس وزراء يوقف ويقدم باسم المجتمع كله اعتذار للجرائم اللي ارتكبت حق الإنسانية ضد جزء من المجتمع وتأثيره والنسيح اللي خلقه مش على المجتمع ده. حتى أنا قلت مالك وكان في تجاوب. إذن نرى أن الناس توسع أكثر من مداركها، و هترك المجال لضوفة. طبعا ضوفة يعني كل مرة أنت معنا، وشكرا لك وهترك لك المجال. اوكي، شكرا استاذ عبد الله. في عم نساه وكان سقط ومرق ورجع وكان قبل بوكا. ندي الفرصه لعم نساه وبعدك نرجع لبوكا. العم ساهو موجود؟ كان عنده اشكاليه. طيب دولي رافع يده بعدي. كان عم نساه. اوكي تفضل، المايك لك عم نساه. شكرا أخ أنجبة، ابننا أنجبة. صراحة أنا مفتخر بك يا أنجبة، لأنه ليش أنت صراحة دائما التحرز قبل الوقوع، وهذا ما نحتاجه اليوم من الشباب اللي هم جزء ما تجزأ. أنا قبل ما أتكلم في المواضيع اللي استفدنا منه من أخ عبد الله، أحاول طبعا ما حصل في نيوزيلاند. صراحة أنا ذات نفسه الراجل اللي اعتذر لهؤلاء الأصليين اعتذار، هذا كان صراحة لنا بصفة عامة للناس اللي هم في عالمنا خاصة للإريتريين شيء كبير جدا. هذا مش فقط، أنا أقول مرة تانية على حسب ما حصل في حرب العالم الثاني والاعتذار اللي عملوها الألمان لبولندا، ركع بيلي براند وباس الأرض وقال لهم أنا أعتذر، أنا أعتذر. الاعتذار دي قبولا من شعب الألماني. لأنه شيئا ما الواحد الاعتذار ايش هو؟ افتكر الانسان اللي هو اتجرى في نوعا ما لانه علشان يعتذر، هذا من السلوح هو اجابه جدا. وهذا ما قلنا نحن، انا اتذكر سنه 97 برخت هبت السلاسي، اللجنة اللي هي اللجنة التحذيرية اللي كانت في ذيك اللحظة 53 نفر من ضمنهم لقانون لإريتريا، جزء من هذا كان واحد اسمه دكتور وفقان اللي هو اعتذر في سنة 1900 بعد الحرب شو اسمه. وكان هذا الراجل اللي اعتذر من لكل العالم وخاصة جزء من هذا التاريخ دي، أتذكر من بروفيسور تسفات المدهني عن شخص هذا علشان يدور، رغم أنه علشان يبحث في هذا البحث هذا، ونحن مشينا وكانت الكتاب هذا لقيناه في متاحف اللي هو في إيفنجيليوم بروفيسور وفغان ماتيوس باللغة الألمانية فرزونونغ،
إذن أنا قبل ما أتداخل في الأمور هذا لأنه جزء ما تجزأ الآن كما قال الأخ أنجبة وغيره، العدالة هي جزء ما تجزأ الناس في الدرافة اللي كنا حكومة المؤقتة اللي هي جزء ما تجزأ علشان لا تجاوز الأمور هذا، لأنه في إريتريا في ناس لم تملك شيئا ما في خلال 50 60 سنة، في خلال 20 سنة التراكمات اللي قاعد حصل في إريتريا، لأنهم هذا لم يتحمله الإريتريا اللي هو صراحة نادر للوطن هذا وتحجر من الوطن هذا وأصبح مواطن درجة الثانية. ما مسألة نحن الحين علشان نرجع علشان نتكلم في الكلام زي دي، لأنه هذا جزء ما تجزأ من شعب الإريتريا اللي هو تجاذر في الأمور هذا. وأنا أقول مرة ثانية، لأنه الحرب الطاحنة اللي كانت مثلا من 48 56 67 73 في فلسطين، لو نلاحظ هذا الشيء هذا، كانت الدعوة للقتال باسم الوطنية في 48 معناها الدعوة للقتال باسم القومية 56 كانت الدعوة للقتال باسم المبدأ. هذا كل التراكمات دي على حساب لو إن إحنا نسأل عن ما جرى. أفتكر اليوم الإريتريين عبارة في كل العالم اللي موجودين فيه من التجربات اللي هي موجودة، ورغم إنه الناس اللي ما درست القانون يجب عليهم، معناها هؤلاء المواطنين اللي تشردوا من وطنهم بكرة علشان يكونوا جزء منهم اللي كان يبيدوهم في داخل الوطن وأصبحوا هم جزء ما تجزأ اللي يتوافدوا الآن في قطر وغيره، علينا نكون الوطن للجميع على أساسها في هذا المحضر دي، لأنه جزء ما تجزأ في هذا. ونتذكر الإبادات اللي كانت تحصل. أنا أخذ مثلا من شخص اللي هو الشاعر الكبير اللي كان في شيلي، قتل بعد كم 40 سنة الإبادة، كيف قتل هو؟ لأنه المحاكم العليا في شيلي والآن في الوقت الحاضر جزء منهم أكثر في الحرفة في الحفرة، واحد أكثر من 40 واحد من ضمنهم واحد المشهور كان إيرلاندو، وتوافقها في هذا الأمور هذا. وهذا العدالة جزء يجز جزء ما هو، لأنه علشان لا تكون بكرة بعض المواطنين على أساس الهوية الوطنية اللي هي تجمع لكل زي ما حصل بعد هذا الإبادات دي اللي الناس ركعت وتعرفت باللي حصل، وثم الاعتذار علشان انت تبني وطن لكله، يكون من هو مظلوم علشان يحصل حقوقه، ومن هو درت في هذا خلال 50 سنة علشان تكون له تعويض، لأنه من هم اللي استفادوا من من هؤلاء في خلال 21 سنة، ومن هم اللي قاعدين يستفيدوا من هذا الشيء هذا، يكون في علمهم علشان يعرفوا بكرة بعد بكرة العدالة دي جزء ما تجزأ تجي في مكانها ولا أي مجاملة فيها. والناس اللي بتجامل لمن الآن لو زي ما ذكرت أنا دحين من خلال 48 إلى هذا اليوم، الناس اللي هي مشتتة في أنحاء العالم، هنرجع مرة تانية ونقول الحاصل اللي هو في بورما، في بورما الأيام الأخيرة اللي شفنا ذات نفسهم، ما هؤلاء الناس اللي قاعدين يزيحوا في الأمور هذا أكثر من هذا، لأنه هذا العالم هذا اليوم لا يكون يتحمل أكثر ما تحمله قبل كده. وإذا الإريتريين عليهم أن يعرفوا لأنه الاعتذار هو مهم جدا، وثم ثانية على أساس السلح، وبعد علشان يأخذ كل من هو تعرض على هذا الشعب هذا وإبادته، لأنه يتحاكم. وهذا هو الأفعال اللي ناس اللي هم جزء ما تجزأ اليوم لما نقول حقوق الإنسان، من الآن عليهم علشان يحضروا ملفاتهم وعلشان يكونوا لصورة معينة، علشان تكون زي ما عمل الشخص اللي هو في نيوزيلند، اعتذر بعد الاعتذار ما فيش كلام. اعتذار جميل جدا، رغم إن ما فعلت ما زلت أنت عايز وكمان تحكم للأسف الشديد. وأنا أقول مرة تانية، الناس اللي كانت تبيد الناس
في داخل حدود السودان ويقولوا نحن توفقنا عليهم، وحتى المرافع اللي عشان تأخذ جثثهم وخليناهم هم لم يدفنوا. شوف هذا الإساءة دي اللي كانت تحصل، وهؤلاء الناس ما زالوا في الحكومة الآن في داخل إريتريا. هؤلاء الناس اللي أبادوا أكثر من إريتريين، رغم إنه بعد حتى علشان لا تأكلهم المرافع حاول علشان يبيدوهم كده ويكونوا هم في السلطة شركاء بعد إزالة هذا النظام هذا، للأسف الشديد. وهذا ما يحتاج مجاملة، أي إريتري يكون صراحة اللي هو عايز الحق يقال، وعلينا أن ننتبه في هذا الشيء هذا. وأنا أشكر هذا خاصة زي أجيال زي الأخ أنجب وغيرهم علشان يتحرزهم من الآن، لأنهم زي ما بيقولوا بالمثل التجرينيا بيبنى تجاسهم مقلن كل يفلت خنياتي. هذا الشعب هذا ما يتحمل بعد كده شبر إبره، كل واحد يأخذ حقه، وما في حتى أخوك اللي هو إذا هو أبادة وكان من النظام هذا وعمل ما فعل وفي دليل على ذلك عليه أن يروح فيه، لأنه هذا هو الحق. لأن الشعب هذا ما هو كان يتمنى علشان يعيش في الوطن هذا ويكل القانون، والناس اللي ما زي ما ذكرناهم لما الآن، لأنه العدالة جزء ما يتجزأ اللي سيتحس تحس فيها إنك شأنك أنت كمواطن من الآن علشان تكون تعمل، لأنه هذا الشيء هذا حصل في يوغوسلافيا وحصل في أماكن كثيرة جدا، ورغم إن نحن ما درسنا الحقوق أما لكن قاعد من كل شو اسمه هذا اللي حتى أيوه بأنه هذا الشيء هذا حتى في تركيا وغيرها. إذا علينا أن ننتبه، وشكرا لحسني هذا الأمسية الجميلة اللي استفدنا منها كثير من الأخ أستاذ عبد عبد الله، والمايك فري أقل مايك أخ اللي شيء يعني في موضوع اللي كان أو التعقيب اللي كان يعمله عن جبة، يعني ذكر أنه إحنا وضعنا شوية معقد وفي مزال يعني مزالين كثيرة، وبالتالي إيش الحل وممكن دولتين وكيف حنعمل فعلا. طبعا ده كله مشاكل واحتمال وأشياء بتشغل البال كل الحادث وكل العاجلين بالنسبة للمستقبل بالنسبة لإريتريا، هل هذا البلد حيكون مع بعض ولا حيمشي يتفرق. لكن الشيء الأساسي اللي أنا عايز أقول له من البداية، قلت أنه بعد ما تكون هذا الكيان وفي ظل هذا الفداء الإريتري ما لقى فرصة على أساس يواجه بعد، ما في جو حرية، ما في دولة عادلة والإنسان يعبر عن نفسه بشكل حر. لما ما لقينا هذا الفرصة من في خلال 100 سنة، اللي هو في خلال من سنة 1898 إلى 1991، يعني 100 سنة، في خلال هذه 100 سنة يعني أمور ما عبرنا عنها وتراكمات وموروثة كمان، موروثة من جيل إلى جيل نتورثها، وبالتالي هي صارت يعني بتتحكم أو بتستعمر تفكيرنا وجداننا. كيف نقدر نتحرر منها؟ التحرير أنه يعني هو يعني يقول العدالة الانتقالية، ولما نحن نتكلم عن الاعتذار مش مسألة والله يا أخي معلش عفوا، لا الاعتذار هو الاعتذار سابق، الإحساس بالندم، الواحد يندم لأنه ارتكب خطأ عن جهالة أو عن قصد، لكن اليوم يتراجع ويقول أنا يعني تبت. التوبة طب التوبة مفتوحة يعني حتى في 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 عقيدتنا مفتوحة، يعني أن الواحد يقدر يتوب، لكن التوبة تكون صادقة، مش والله يقول أنا تبت وبعدين يمشي يشرب خمرة ولا آخر، لا. بالتالي يعني معناها تبت ووقفت وقطعت وندمت في الشيء اللي حصل. إذا هذا الاعتذار بالسبب والاستسلام والخضوع لكل ما أنت تلزمك به الدولة الجديدة، تقول أنا سمعا وطاعة لهذه الدولة العادلة والديمقراطية اللي استمدت القوة من الشعب، مش دولة فوقية وجات قاهرة، لا دولة بنت على أساس المنبع بتاع السلطة هو الشعب. يعني إذن
الإقرار والاستلام والاستسلام لهذا الوضع الجديد والتعامل معه، يعني ده هو طريق للقبائل الليبرالية. وبالتالي يعني هذه الدولة إذا تلقى تفويض، عندها صلاحية على أساس تحقق الحق العدل، غير ده يعني فعل وإن فعلت يعني المؤثرات ماضي من الصعب أنه نوصل إلى إقامة دولة مشتركة ونديها تفويض وإنها يعني تتداخل إن تنال الصلاحية أو تستمد الصلاحية من إرادتنا يعني. أو كمان يعني تقدر توصل لحلول وسطية. الحلول الوسطية معناها شنو؟ مش معناها أنه والله يا أخي أي واحد بقبول، لكن يعني مثلا زي وثيقة إبراهيم مختار. وثيقة إبراهيم مختار بعد دراسة أموره كلها والواقع اللي الموجود، وقدمت إحساء علمي عن الهيكلة بتاع الدولة والإدارة كيف متكونة فيها، وفي النهاية طرحت أنه يجب تقسيم السلطة في إريتريا بشكل عمودي بين المسلمين والمسيحيين، وهناك تكون في دولة فتادة والكيانين في داخل هذه الدولة يكون عندهم يعني استقلالية كبيرة. وده برضو حلول، لكن هذا عشان توصل للحلول ده يجب أن تتفهم، يجب أن يكون في هناك جسر ليجيبك مع بعض. إذا كان ما كده ما نقدر تعمل حتى الحلول دي، أنت حتضعها في سياق بتاع قوانين ودساتير، حتتضمن هناك دساتير وقوانين، وهذه يعني الدساتير والقوانين هي في النتيجة النهائية. الدستور بالذات في بعض هنجي نتكلم في الأسبوع الجاي عن الدستور، لكن في بعض الدول يعني يكون فيها استفتاء شعبي، ولو أنه حتى ده مش مطلق، يعني في مصر حصل استفتاء وعشرين في المية ما يقروا ما يكتبوا ما يعرفوا محتوى الدستور، وبعد 60 يوم الناس ترد عليهم، وبالتالي الناس يقول لك والله يا أخي الناس يمكن شيخ القبيلة أو ما عارف يعني إمام وغيره يمشي معه يعني، لكن يأخذ وقت بتاع الوعي والناس تتعامل مع الوثائق بشكل واعي. مش وجود الوثيقة لكن وجود أمور أخرى، حتى مسألة العدالة الانتقالية في دول الربيع العربي اليوم بنشوفها ماشية بين مد وجزر، لأنه ما قدرت يعني تدي مهمتها، وما قدروا حتى يعني تونس ولا مصر اليوم يعني مسعى الأمور فيها كثير من الجذب وجذر. ده إذن أنا أعيدك تفهم، لأنه الاعتذار هو الندم وقبول والإقرار بدولة جديدة وبمكوناتها وبهيكلاتها يعني. بالنسبة لسؤال بوكا، طبعا يعني بوكا طبعا دائما ترمي لي حاجات ثقيلة يعني أكبر من طاقتي وتخليني تورطني يعني. بالنسبة من هو الأقوى، القانون ولا القوة؟ ده بيتوقف في طبيعة البيئة اللي الناس تعمل فيها يعني. إذا كان هو البيئة هي بيئة فيها سيادة القانون، ويقر أن هذا هو قانونه وهو ملتزم لهذا القانون وهو خاضع لهذا القانون، ده قوة. لكن إذا كان يعني الدولة يعني ما عندها تفويض على أساس تجسد هذا القانون، وفي هناك سلطة يعني ما عندها تفويض وسلطة ضيقة تحتكر القانون، تدع نفسها في مكان القانون بالقوة، يبقى هنا القانون أقوى. إذن هي بيئتين، هي مجتمعين أو مكانين زمنيين مختلفين يعني، مكان بالمفهوم المكاني مختلفين يعني. مكان اللي فيه القوة سيادة القوة ما فيه القانون، والمكان اللي فيه سيادة القانون ما فيه منطقة القوة. بالتالي يعني ما نخلط بين اثنين بيئة، وما ممكن الشيئين يتعايش، ما ممكن القانون يتعايش مع القوة والقوة تتعايش مع القانون،
إذن أشياء مطلقية يجب أن تكون موجودة في حد ذاتها لوحدها كسيادة، إما القانون يكون السيد إما تكون القوى سيدة. وبالتالي بهذا الشكل يعني ما نقدر، ما في تجاوز، ما في يعني تواسب بين المفهومين، ده هي مفهومين متعارضين متناقضين وخطان مستقيمان لا يلتقيان. وشكرا. شكرا أستاذ عبد الله.